انت تدري ان مودي العيال برا بس تقول بحثا. تسمح لي اكمل؟ الله يسعد قلبك. تدري لو رحت الله يجمعني فيك في الجنه. قل امين. اللهم امين. طيب خليني اكمل. قام وهرب من المناقشه بحثا عن دفاع الجمهور بين قوسين استطعاف على قولة وليد ربحيح. صح. في جلسته مع العويسي في جلسه العويسي ومناقشته مع خلف القحطاني يوم قام يقطع سوالف خلف ارتفع الصوت بينهم شوي جلس وقام ما ناقش ولا واجه خلف القحطاني. ليش؟ بحثا عن دفاع الجمهور له واكمال القصه. حتى محمد بن ناصر قام وراح. ثلاثه جلسته مع عامر بن منير امس ما يحتاج اذكرها. انسحابه من فقره ابو كاتم حتى وين كانت اتفهم انها بعذر، لكن الانسحاب صار هويه للمتسابق هذا. كذلك انسحابه الاخير من فقره بدون تحيز. عبد الله البقمي متسابق، انا اتمنى لك التوفيق والنجاح، لكن انت مش في البزنس. المفروض انت مفروض في سكريبت، لان سكريبت مختص بالتنفيذ. هذا كلام الجمهور ما هو كلامك. اسمع شفت؟ اوه يعني الجمهور اسمعني خليني اعقب لك على النقطه ذي قبل ما نروح. شوف قطع